معاكم زادة معاكم محمد ومعاكم منا بالكادات منا محمد مطر. أهلا بيكم. قبل ما نبدأ حاجة نقول حاجة اللي لسه مش مشترك معانا في القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات واضغطوا لايك. عايزاكم تفجروا زر اللايك لايكات وعايزاكم توصلوا الفيديو ده لـ3000 لايك. منا طموحة 100,000 شاطرة يا منا يا أطفال شاطرة 100,000 لايك شاطرة. أيوة كمية عايزة ازاي؟ 100,000 لايك ماشي. يلا نبتدي القصة النهاردة. قصة اسمها ايه؟ صحة أطفالنا. أول حاجة مين ده؟ مين اللي بكرش كبير ده وعمال ياكل؟ اسمه ايه؟ عادل. اسمه عادل صح يا منا؟ صح يا جنى؟ صح يا حمو؟ تخين. عادل ده تخين؟ هو تخين ليه؟ هو تخين كده ليه؟ عشان ياكل اكلاتي وبرجر شطار من بره. بيبسي مش صحي وبرجر مش صحي. يعني الاكل اللي بره وحش خالص صح؟ اكل البيت احسن وصحي. وبيشرب بيبسي؟ بيبسي وحش يا منا صح؟ وحش. وحش يا حمو؟ انا مش بشرب. انا اللي بشرب. انا عارف كلكم بتشربوه اصلا بس ده غلط عشان بيوجع بطننا وبيعمل كرش كبير وبعد كده بتحسوا ان انتوا مش عارفين تنزلوا الوزن ده صح؟ طيب عادل اهو عمال ياكل برجر من بره ويشرب بيبسي. ده بياكل يابا وبحلي اهو. وصحابه كانوا ماشيين في المدرسة قالوا ان هما كانوا نفسهم يروحوا ياكلوا زي عادل بس ايه هما مش هيروحوا عشان مامتهم ما تزعلهمش. في قصة بعديها. لا هي راحي اول صفحة بس دي اول صفحة دي تاني صفحة. عمر ده بقى صاحب عادل قال له ايه ان هو زعلان. ده عمر وده عادل هو التخين اسمه عادل. عمر ده قال لعادل انا زعلان عليك علشان انت عمال تاكل حاجات كتيره مش مفيده. وجبات غير صحيه غير مفيده ومليانه مكسبات طعم وتوابل حاره. شايف هو زعلان عليه عشان هو تخين خالص. صاحبه يا منى ده زعلان عليه عشان هو تخين وعمال ياكل والاكل ده هيضره. طبعا في صاحب بيحب صاحبه وفي صاحب ما بيحبش صاحبه. هو بيت طالما زعلان عليه يعني هو بيحبه. لان هو زعلان عليه عايزه يبقى احسن. والتاني بقى في يوم بقى الاطفال كلهم راحوا المتحف المصري. في المتحف ده كل الاطفال قعدت تجري تجري وتتحرك وتلعب وتسال المدرس وتتحركوا براحتهم ما عدا عادل. زي ما انت قاعد على الكرسي مش قادر يتحرك مش قادر يتحرك. كان اكل كتير من بره. كان اكل كتير من بره. برافو. وبطنه وجعته. قادر حتى يقوم الكرسي لازقه. قاعد على الكرسي وزهقان ومش قادر يقوم من كتر الايه السمنه الزياده اللي على معدته. عشان كان برجر وبيبسي. وبيبسي. اليوم بقى جه اليوم اللي المس بتاعتهم هي يا روحي والله خلاص. المس بتاعتهم قالت لهم ان انا جايبه لكم الدرجات عشان اقول لكم كل واحد جاب كام. يا روحي. وكانت المفاجأة بقى ان عادل جاب اسوأ درجة رغم ان هو السنة اللي فاتت كان جايب درجات عالية. خصوصا ان دلوقتي بس السنة دي السبب في ده ان بطنه بتوجعه عشان قاعد ياكل عشان قاعد ياكل 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 ما بيذاكرش مش فاضي يذاكر. المهم جه يا جماعة يوم ايه يوم الالعاب الرياضية في المدرسة مسكوا بقى ايه الاطفال وفي واحد زميله هو عادل كان يا روح عادل كان فاز عليه السنه اللي فاتت فقال له انا بقى هفوز عليك السنه دي لان انا عادل ده. ايه الاكل المفيد بقى؟ طب احنا بنقول ما ناكلش اكل من بره منا احنا بنقول ما ناكلش اكل من بره. طب ايه الاكل المفيد اللي احنا لازم ناكله؟ ده اسمه خضروات. ايوه الخضروات والسمك والفاكهه واللبن والفاكهه والموز فاكهه زي الموز والميه والعصير والعسل النحل كمان الفول. الفول والفاكهه والخضار. انا ما بحبش الفول. تحبش الفول؟ ليه الفول حلو؟ الفول بيسموه اكل الغلابه بس هو جميل ومفيد. لا انا بحب منا بتحب الفول.
ده تعب وده اسمه واهم حاجه ايه؟ اللبن. انتوا بالنسبه لكم اهم حاجه ايه؟ اللبن. خش جنب جنب. انا بلعب كاراتيه وانا بلعب كوره. اه لازم تشربوا لبن منا. لازم تشربي لبن وانا بلعب كوره. ولازم نصلي الاول. نصلي الاول نصلي وبعدين نقعد نذاكر صح؟ اه وبعدين نلعب براحتنا. برافو عليك يا روح. وبعدين لما نخلص القصه هنعرف نلعب. زميله بقى زمايله قالوا له ان واحد بياكل اللحمه والسمك والفاكهه، وزميله عمر الثاني ده قال له انا بشرب العصير والحليب والعسل، فعادل قال لهم انا ما بحبش الحاجات دي كلها وهكسب برضه. طبعا هو بيتكلم كده وخلاص مش عارف. طبعا جه الجري بقى، بدا المسابقه بدات، حاول يجري ويلحق مش قادر، مش قادر يلحق ولا ياخد نفسه، وقع على الارض والناس كلها ودوه المستشفى. دخل المستشفى اهو والدكتور واقف جنبه. قعد في المستشفى كتير قوي حوله واصحابه كلهم حواليه، والدكتور قال له ان الداء ايوه بصي ان الداء يكمن في تلك الوجبات السريعه التي سببت له السمنه والانيميا وهشاشه العظام والتهاب المعده. وقال الاخر لقد سببت له الاكتئاب وخمول العقل لانها تؤدي الى اضطرابات عمليه في عمليه الهضم الطعام وامتصاص تمنع وصول السكر والجلوكوز الى الدم. طب يعني عايز اعرف ليه الاكل اللي بره وحش؟ لان هو اصلا بيعمل ايه؟ بيمنع سوء هضم، بيخلي ان الهضم مش كويس لان هو مش سهل الامتصاص، وكميه الدهون غير مشبعه والدهون فيه عاليه عشان بيجيب فيروس. اه ممكن يكون فيه طبعا امراض كثيره ومعدي. ايوه فاحنا دلوقتي بصي يا مني، احنا دلوقتي الدكتور قال ايه؟ بيمنع وصول السكر للدم. اما السكر يتمنع وصوله للدم او المخ، هل الانسان هيقدر يفكر او هيقدر يتكلم؟ لا. بس اصحابي ما تاكلوش اكلوا من بره خالص، كلوا من البيت عشان لو حد كان من الاكل اللي بره هنزعل منكم. كلوا الاكل اللي في البيت كله. اه مش هنعملوا فيديوهات يا حمد. وبعدين بقى شفتوا عادل بقى حلو ازاي؟ خس وبقى جميل خالص بعد ما خد العلاج وخد الدواء وخس وبقى كويس وتمست كده. قالوا بقى دي حلقة. اه الدرس اللي مش هينساه عادل ايه؟ ان اغلى نعم الله هي ان نتمتع بالصحه والجسم السليم، ولذلك يجب ان ناكل الطعام الصحي لكي تنمو اجسامنا وعقولنا ونصبح قادرين على العطاء. ولا تدعوا تلك الوجبات السريعه باسمائها البراقه ورائحتها اللذيذه تخدعكم لانها تضركم ولا تنفعكم. اصحابه بقوا فرحانين فيه عشان هو بقى رشيق وجميل زيهم. دلوقتي اصحابي هنلعبوا خلاويه. لا خلاويه اخليها استخبوا خليها من بعض. انتوا هتعملها فين؟ في الصاله ولا ايه؟ زي ما انتوا عايزين في الصاله. عشان الصاله خلاويص والصوبايه احنا هنعمل خلاويص والصوبايه. يلا بينا ماشي يا روح. شيلي الفيشه يا جنى، شيلي فيشه الراديو بس عشان الصوت الراديو. اه خوتني يا حاج. طبعا يا اصحابي بس هنلعب الاول مش انا يا الحاج انا اصلا نشوف مين اللي لا حط. هتستخبوا فين؟ انا عايزه اسال، هتستخبوا فين؟ في اي حته. لا بس عشان ما تخرجوش بره بين الصاله واوضه الاطفال. ماشي علشان التسجيل بس. لا حاجه انا زحلقتك زحلقتك. مين اللي هيقوم؟ انا مين عشان المفروض احنا زي بعض. اه يلا غمينا. غمي يعني ايه؟ انتوا الاثنين؟ انا وانت اجيب البوليس لسه اطلع ولا لسه اطلع كسبتك يا حرامي.
خلاص اعمل يلا يلا استخبي منا بقى عشان يمسكوك انت كمان. لا انتوا لا لا يعني المفروض اتنين يستخبوا وجنى تستخبي يعني غمض عينيك. لا هو مسك بالراحة احنا بنلعب احنا بنلعب بالراحة مش عايزة تعالي خلاويس استخبى يا حمو في اللي انت عايزه حمو. طب انت كده مستخبي بذنب انا راضي ضميرك انت كده مستخبي يعني حرام عليك يا حمو استخبى حلو يا حمو استخبى ورا الترلة خلص هو خلص استخبى ايه استخبى فيها صح؟ اطلع يا حمو اطلع يا حبيبي اه يا حبيبي ده اذكياء اذكياوي يا ناتي بس تعالوا انت احنا الاثنين انا مش عارفه محمد لا حد لازم لازم هيعرف لان الصوت كان باين ان انتوا داخلين منا استخبي دور معلش احنا الاثنين لا معلش مفيش كله انت دور بقى استخبي دور انت بقى كل واحد استخبى دور انت غمضي عينك دور انا بقى يلا خلاص لسه اجيب البوليس لسه اطلع ولا لسه اطلع 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 يا من حمو اتمسك تحت الترابيزة انا اتمسكتش وجنى ما شاء الله هربت انا بردك يلا عملتك وعملت يا مين اللي هجيب انت يا رب خلاويز لسه هجيب البوليس لسه اطلع ولا لسه اطلع بحب اتشيل والله غش لا لا غش غش خلاويز لسه هجيب البوليس لسه اجري من نفسك اجري اجري انت مش هتشوفوني يا ابني طب ماشي انا انت هتستخبى في نفس المكان لما استخبوا لا غمضهم لا انت مسكش جد بس غمضهم ما تمسكش جد انت بتدافع عن ايه ده وقته دلوقتي ده وقت الدفاع غمضهم خلاويص انت ايه يا سلام يلا خلاويص لسه يا نهار اسود يا محمد لا بيت عايز استخبى يلا انا لسه اجيب البنوك لسه اخرج لسه خلاص يا جن خلاص انا سامع صوت البيت يعني ما يفتحش يضرب بالراحه ويطلع كده مستخبى محمد مستخبي فوق سبوبه مستخبي سبوبه مستخبي لينا انت استخبتي مش عارفه محمد فين على السطح يا جن على السطح اه معلش يا حمو يا حمو ايه الفكرة الجوانة هي سمعت صوت الباب ايه الفكرة الجوانة ايه يا حمو طلع قول انا قول ملاوي لسه استخبى
هيحبوا فين هنا؟ مفيش مكان. لسه لا لسه محمد شايفنا والله. بصوا والله انا لما اجي العب معاه كده لا بلاش الاوضه دي، بلاش الاوضه دي، روح شوف الاوضه برده بره. لا 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 يا جن استني سموعا. لسه اجيب لسه اطلع ولا لسه؟ لسه انا اطلع يا حمد. الله العظيم يا رب على الضرب اللي بتضربوه لبعض. انت بتعمل ايه؟ بتستخبى فين؟ استخبى تحت البوفيه؟ انا نزلت من اللعبه دي. اه وانا كمان. لا قولوا لاصحابكم باي باي، تعالى يا حمو هعمل لكم استغمايه. حاضر بعد ده قولوا له تعالى اقف معاهم، قولوا لاصحابكوا باي باي، تعالي يا منى باي باي. والله